الأخبار اللي قيلت في الأول واللي بالمناسبة نشرتها وكالات أنباء إفريقية ومواقع صومالية ثم أكدها موقع أو وكالة رويترز الأنباء، الفيديو اللي بيوضح طيارتين سي 130 موجودين في مطار مقديشو، وبدأ الكلام أن في 10,000 جندي مصري، 5,000 في قوات حفظ السلام، 5,000 في قوة مستقلة. رد فعل إثيوبيا وأبي أحمد أوحى لك أن القوات المصرية الآن على الحدود مع إثيوبيا، يعني أوحى لك أن خلاص الجيش المصري موجود هناك. وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال أكد أنه لم تصل أي قوات مصرية في الصومال حتى الآن، كل ما وصل معدات عسكرية ومساعدات عسكرية، وأنه في انتظار وصول القوات المصرية. موقع الجارديان الصومالية نشر تقريرا أول أمس أن إثيوبيا سيطرت على مطارات في إقليم الجيدو، ما يمنع وصول القوات المصرية المرتقب وصولها في قدم الأيام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الكلام ده برضه غير دقيق لأكثر من سبب، لأن الحديث عن غيدو اللي هي عاصمتها غرب هاري، هذا مثلث، منطقة ولاية حدودية، مثلث يربط ما بين الصومال وكينيا وإثيوبيا، يعني في أقصى جنوب غرب الصومال بين الصومال وإثيوبيا وكينيا. وبالتالي الحديث عن فكرة نقل نقل القوات لن يحدث من عبر إقليم مطار داخلي في إقليم داخلي في ولاية داخلية في مثلث ما بين الصومال وإثيوبيا. هذه منطقة متنازع عليها، ومنطقة ولاية إقليم جيدو متنازع عليها، وهذه المنطقة دخلت في مواجهة مسلحة، وقامت إثيوبيا بمحاولة لغزوها في عام 1996، والقبائل الصومالية الأغلبية فيها عربية التي تقيم في هذا الإقليم قامت بالتصدي لهذه القوات انتصرت عليها. وبالتالي إذا تم نقل قوات مصرية، افترضنا جدلا أنه سيتم نقل قوات مصرية، لن تتم عبر ميناء جيدو أو غيره من مطارات داخلية، هل سيتم عبر الميناء الرئيسي في العاصمة الفيدرالية مقديشو أو غيرها من موانئ أخرى. وبالتالي أيضا هذا في سياق التضليل السياسي، لأن من يقف خلف ذلك؟ وسائل إعلام تستخدم بعض المحطات أو بعض الوسائل غير المعروفة حتى ترمزها وتجعل منها وسائل إعلام موثوقة، لا جاردن صومالية ولا جاردن بريطانية، وفي الأخير كل هذا لا قيمة له في التحليل السياسي. طيب تصريح وزير الخارجية الصومالي أنه ما فيش قوات مصرية أصلا موجودة، مردود برضو منطقي، لأن أنت في الأخير بتتكلم على اتفاق تم توقيعه في 16 في 18 أغسطس 2024، يعني لم تمر عليه الآن شهر. اتفاقية التعاون الأمني بين مصر والصومال وقعت أثناء زيارة الرئيس الصومالي في أغسطس الماضي، لم يكن مر عليها شهر. اثنين، أن هذه القوات في حلف بمبادرة من جيبوتي وبرعاية من الاتحاد الإفريقي، وما زالت قوة الاتحاد الإفريقي موجودة في الصومال. احنا بنتكلم على 5,000 اللي هم قوات حفظ السلام، إنما في 5,000 تانيين دول قوة مستقلة، هكذا قيل. الفكرة فين يا دكتور؟ الفكرة أن نشر القوات المصرية مرتبط بهذا الملف ابتداء، والمحرك الأول لهذا هو هذا الملف ابتداء، أن الحكومة الصومالية عندما وجدت اتفاقا إثيوبيا مع أرض الصومال وجدت أن هناك تعارض في المصالح، أن في الوقت الذي تشكل فيه القوات الإثيوبية الكتلة الصلبة من قوات حفظ السلام المدعومة من الاتحاد الإفريقي، في الوقت الذي تسعى فيه إثيوبيا إلى تفكيك الصومال والاعتراف بإقليم أرض الصومال الانفصالي، وجدت أن في ذلك تعارضا في المصالح وسعيا لتدمير وحدة الدولة الصومالية، فرفضت الحكومة الفيدرالية في جمهورية الصومال تمديد عمل القوات التي ينتهي وجودها مع نهاية 2024. لذلك تم توقيع هذا الاتفاق التعاون الأمني بين مصر والصومال، بحيث يكون من بين أهدافه هو تعزيز المبادرة التي طرحتها جيبوتي في هذا الملف، أن تكون هناك قوات مصرية جيبوتية تعمل في الصومال بديلا لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي. متى يتم نشر هذه القوات؟ لم يتم الحديث عن ذلك، هل يتم الآن أم يتم بعد أرطلح القوات الإثيوبية أو قوات الاتحاد الإفريقي؟ كل ذلك يتم في إطار اتفاقات سيتم الإعلان عنها تحت مظلة الاتحاد الإفريقي. إذا افترضنا جدلا أن هناك 5,000 تحت مظلة الاتحاد و5,000 ستكون لحفظ الأمن والاستقرار، أيضا أعتقد أن ذلك سيتم الإعلان عنه بشكل واضح وصريح، لأن إذا افترضنا أيضا أن تركيا حاضرة بإمكانياتها وقدرتها وحاضرة في هذا الملف، وأنه سيكون هناك تنسيق أمني مشترك. الملف دكتور، الملف في القرن الإفريقي شديد التلغيم،
وهناك الكثير من الأطراف التي تعبث فيه. بعد الإعلان على سبيل المثال، بعد الإعلان مباشرة على أنه سيتم نشر 11,000 جندي من القوة أو 10,000 جندي من القوات المصرية في الصومال، مباشرة أيضا تعددت التقارير التي تتحدث على أن جيبوتي عرضت على الصومال وبشكل حصري أن تكون لها امتيازات في ميناء جيبوتي على البحر حتى تتجاوز أزمة، وكأن جيبوتي لديها قواعد عسكرية من كل دول العالم. يعني لا أعتقد أن هناك قوة إقليمية أو دولية إلا ولها قاعدة عسكرية بين قوسين شقة مفروشة في جيبوتي تستخدمها للاستخبارات والتجسس على باقي دول المنطقة. وبالتالي هذا الملف فيه الكثير من الأكاذيب، الكثير من التقارير غير الدقيقة، الكثير من الملفات التي تحتاج إلى وحدات تحقق حقيقية. هناك مواقع للتحقق يمكن أن العودة إلى ما تنشره عن حركة القوات ونشر القوات وحركة الطائرات وغيرها من الملفات، ولكن هناك مبالغات كبرى تتم في هذا الملف. هذا أحد الأهداف الخفية، أحد الأهداف التي يجب الوعي بها هو الدفع بأن القوات التي ذهبت لمواجهة قوات أثيوبية وبالتالي تسخين الأجواء وتوتيرها بين الطرفين، وهي لم تذهب لهذا الهدف بالمطلق، ولم تذهب من باب شد الأطراف إثيوبيا في الصومال حتى تجبرها على التنازل في ملف سد النهضة. إذا النظام هو الذي وقع اتفاق إعلان المبادئ في 2015 الخاص بسد النهضة، لن ينتظر 10 سنوات بعد إعلان اتفاق المبادئ وبعد أن أعلنت إثيوبيا عن اقترابها من انتهاء الملء الخامس واقترابها من انتهاء السد بنسبة 100% في ديسمبر القادم حتى يقوم بسياسة شد الأطراف أو استخدام القوة في مواجهة إثيوبيا. كل هذه الأمور خلط أوراق فيه الكثير من الأكاذيب والكثير من الأمور التي تحتاج إلى إعادة نظر والتدقيق. هناك من يعبث في هذا الملف لصالح التدمير الذاتي لقدرات القوى الإقليمية في المنطقة، ومن أهم هذه القوى الإقليمية مصر على طريق التفكيك، السودان على طريق التفكيك، الصومال على طريق التفكيك، وما إثيوبيا ومن يقف خلفها إلا أدوات في هذا المطلب.